قبل 5 أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية الأفغانية، خلاف بين حامد كرزاي وحليفته واشنطن التي ساندت حكمه خلال السنوات الماضية. فكرزاي اتفق مع إيران على معاهدة للتعاون في الوقت الذي يواصل فيه رفض توقيع اتفاق أمني طويل الأجل مع الولايات المتحدة، وهو ما يثير قلق واشنطن. ورغم موافقة البلدين على بنود المعاهدة، إلا أن كرزاي يعارض المواقف العالمية وحتى الأفغانية المحلية، رافضا التوقيع عليها قبل الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل المقبل، رغم أنه غير مرشح فيها قانونيا. في طريقنا إلى كابول التقينا على متن الطائرة السفير الأفغاني في الإمارات لنكتشف أن الدبلوماسية الأفغانية لا تؤيد مواقف كرزاي، وإن لم تعلن ذلك صراحة. فالسفير أكد لنا أن كرزاي سيخضع في النهاية لرأي الشعب ويوقع على الاتفاقية. اجتماع لوي جيركا الذي ضم 2500 شخص ممن يمثلون كافة أفغانستان، بينهم شيوخ قبائل وسياسيين ومثقفين وعلماء، وافقوا على ضرورة توقيع المعاهدة الاستراتيجية الأمنية مع الولايات المتحدة. الرئيس سيحترم رأي الشعب وعليه توقيع المعاهدة، لكن هناك نقاط يجب توضيحها، وهذه المعاهدة دعمها الأفغان ويريدونها وسيتم العمل بها، وهي مهمة لأمن البلاد. هذه الاتفاقية تشمل نقطتين أساسيتين: عدد القوات الأمريكية الباقية في أفغانستان لتدريب القوات الأفغانية ودعمها، إضافة إلى انخراط الأمريكيين في حالات محدودة في عمليات مكافحة الإرهاب. وفي حال عدم توقيع هذه المعاهدة، يخشى محللون ومطلعون مما قد يحصل في البلاد في ظل عدم وجود حكومة مركزية قوية وعدم كفاءة الجيش الوطني. فالسفير اعترف لنا بوجود ثغرات أمنية في أجزاء عدة من البلاد، وأن توقيع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن يشكل حلاً، كونها ستؤدي لوجود قوات شرطة أقوى وأكثر عديداً تنتشر على الشوارع، إضافة إلى قوات دفاع ومخابرات أقوى وفق السفير الأفغاني. من الطائرة التي أقلتنا إلى كابول، رولا الخطيب، العربية.